3000 يوم على حصار تعز. تحت شعار 3000 يوم حصار انطلقت في مدينة تعز اليمنية حملة سياسية وشعبية واسعة لمناهضة الحصار المفروض على المدينة بالتزامن مع مرور 8 أعوام على هذه المعاناة الإنسانية. تضمنت الحملة مؤتمرا صحفيا وحملة إلكترونية واسعة ومعرض صور يجسد المعاناة وفعاليات أخرى تدعو إلى تسليط الضوء على معاناة المدنيين وتوثيق ذاكرة المدينة. نطلق اليوم حملة 3000 يوم حصار على مدينة تعز، الذكرى السنوية الثامنة، وبدأنا بالدخول للسنة التاسعة حصار. الناس تعبوا، الناس يعني هلكوا من هذا الحصار القائر الذي تفرضه جماعة الحوثي على مدينة تعز، إغلاق الطرقات الرئيسية. العالم يعرف هذا الحصار وماذا تعاني هذه المحافظة، خاصة كبار السن والنساء والأطفال والأمراض، والحوثي محاصر لهذه المدينة. الحوثي يتلذذ بمعاناة هؤلاء الناس. احنا في حقيقة الأمر وصلنا إلى إحباط شديد للتعامل مع الحوثي. الحوثي لا يؤمن بقضية السلام، لا يؤمن بقضية حوار، لا يؤمن بقضية الملف الإنساني وفتح المعاناة ورفع المعاناة على الناس. الحوثي لا يؤمن بقوة السلاح والحرب. تنظيم سلسلة بشرية على هيئة وقفة تضامنية في المنفذ الشرقي، أحد المنافذ المغلقة، واحدة من الفعاليات التي نظمتها حملة التنديد بقطع الطرقات وإغلاق المنافذ المحاصرة ومحاصرة ملايين الناس منذ 8 أعوام. نحن الحقيقة مستاءون لأن المجتمع الدولي والأمم المتحدة تتعامل بمعايير مزدوجة وغير منصفة، بل هي تتعامل مع الحوثيين وإيران بشكل يعني بشكل ندي أخ لأخيه. فتحت لهم المطارات والموانئ ومع ذلك تمعن على حصار تعز. اليوم المجتمع الدولي يجب أن يكون له كلمة، يجب أن ينظر لهذا المواطن أنه إنسان، ويجب أن يقول كفى وأن يفتح منفذ لهذا المواطن يستطيع من خلاله أن يرى النور. تعز تذكر العالم بمعاناتها الإنسانية جراء الحصار الذي يقول مراقبون إن الحوثيين يستخدمونه كورقة عسكرية لتحقيق مكاسب سياسية، رغم أنه ملف إنساني بحت. ومن زاوية ثانية يطرح سياسيون بأن رفع الحصار عن مدينة تعز لا يزال بمنزلة اختبار صعب للأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن هانز جورنبيرغ، لا سيما أن هذا الملف يعتبر كأحد بنود الهدنة الإنسانية وأهم بنود مفاوضات السلام. ضمن فعالية سياسية وشعبية وحملة واسعة لمناهضة الحصار على مدينة تعز اليمنية، وقف هؤلاء المحتجون على بعد أمتار من خطوط التماس وعند هذه المنافذ المغلقة لتذكير العالم بحصارهم الأطول في التاريخ، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لرفع الحصار والتخفيف عن معاناتهم الطويلة. معاذ منصر، اليوم تعز.